خلونا نبدا بجوله مروريه في شوارع عدد من المدن. صباح الخير على حضراتكم جميعا، اهلا بيكم. هنبدا طبعا معاكم جولتنا المروريه المعتاده، هنبدا من شوارع القاهره. في شوارع القاهرة نبدأ من ميدان عبد المنعم رياض في القاهرة، بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرورية. أما على طريق الكورنيش فهنلاقي فيه كثافة نسبية من المظلات في الاتجاه اللي رايح لوسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. مناطق الكورنيش، كورنيش النيل، فيها ازدحامات متوسطة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان ففي ازدحام نسبي. لو رحنا كوبري أكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مرورية متحركة بتفضل مستمرة لحد العباسية. طبعا لو فضلنا ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي فيه سيولة مرورية، ولو رحنا طريق النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة. روحنا طبعا ده بالنسبه لمحافظه القاهره. لو رحنا محافظه الجيزه هنبدا من الطريق الدائري واللي بيشهد غلق كلي، طبعا اكيد حضراتكم سمعتوا عن الموضوع ده، في الاتجاه القادم من المنيب الاتجاه وصلت المريوطيه والطريق السياحي، وده لمده 30 يوم، بدات من يوم 27، يعني بدات من 3 ايام فقط. الاعمال اللي شغاله دلوقتي تم تقسيمها الى 3 مراحل. المرحله الاولى بتستمر 15 يوم وبتستلزم طبعا اجراء غلق مطلع وصله محور المريوطيه اللي جاي من المنيب في اتجاه القوس الغربي، كمان غلق مسطح وصله المريوطيه اللي جاي من المنيب في الاتجاه طبعا الى الطريق السياحي، وتم عمل مجموعه كده من التحويلات لحركه المركبات، لكن حتى مع وجود التحويلات يفضل استخدام المحاور البديله اللي هنقول لحضراتكم عليها دلوقتي. طبعا العربيات اللي جايه من اعلى المنيب وعايزه تستخدم مسطح محور المريوطيه عشان تصل الى الطريق السياحي بيتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفه الشركه بعرض 4 حارات مروريه يمين المسطح الجاري غلقه للمركبات القادمه من طبعا اعلى المنيب. اما بالنسبه لباقي المركبات اللي عايزه تستخدم وصله المريوطيه عشان تروح للقوس الغربي فبيتم الدخول الى مدخل محور عمرو بن العاص، ده طبعا من اليمين، والسير لمسافه حوالي 800 متر وبعد كده الدوران والعوده مره اخرى في اتجاه الدائري، ثم بقى استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي الى وصله المريوطيه في اتجاه القوس الغربي. ده طبعا بالنسبه للمرحله الاولى. دلوقتي المرحله الثانيه من الغلق طبعا هتستمر لمده 3 ايام فقط، وهتكون خلال 15 يعني من بدايه الغلق، يعني في ال 15 يوم الاولى من الغلق هتستلزم طبعا اجراء الغلق الكلي لمدخل وصله المريوطيه للي جاي من القوس الغربي من اعلى طريق الاسكندريه الصحراوي في اتجاه المنيب، وكمان مطلع محور المريوطيه للي جاي من مناطق صفت اللبن في اتجاه المنيب، على ان تكون مسارات الحركه البديله على النحو التالي: العربيات اللي جايه من طريق الواحات ومدينه 6 اكتوبر بيتم استخدام طريق الواحات ومنه للطريق السياحي في اتجاه دائري المنيب. اما بالنسبه للعربيات اللي جايه اعلى قوس الغربي من اعلى طريق اسكندريه الزراعي ومناطق محور 26 يوليو وعايزه تستخدم مطلع وصله المريوطيه الجاري غلقه، بيتم استمرار السير اعلى القوس الغربي وصولا لطريق الواحات في اتجاه الطريق السياحي ومنه بقى الى ايه؟ دائري المنيب. نيجي للمرحلة الثالثة من الغلق، هتستمر 15 يوم، هتبدأ من يوم 12 أكتوبر، ويستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للي جاي من المنيب في اتجاه القوس الغربي. طبعا عمليات الغلق للطريق الدائري ليها بعض التأثيرات مفيش شك طبعا، ومردود على شارع الهرم اللي هو كمان مغلق جزئيا بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق، وده طبعا نفس الشوارع القريبة زي نصر الدين، لكن حركة المرور في أغلب شوارع الجيزة الكثافات فيها طبيعية وفق طبعا ساعات الذروه، يعني هنلاقي بعض الكثافات البسيطه في شارع السودان ده، دي حاجه معروفه يعني وحاجه معتاده حتى جامعه القاهره وصولا لميدان النهضه، بولاق، امبابه. وبالنسبه لمحور صفت فبيشهد دلوقتي كثافات مروريه هتزيد في الاتجاه لجامعه القاهره، وفي الاتجاه من جامعه القاهره للدائري هيكون في زحمه، لكن ده بيكون في ساعات يعني ساعات الذروه المسائيه وقت الخروج بقى من الساعه 2 3 كده لحد الساعه 6. ده كان بالنسبه لمحافظه الجيزه. دلوقتي هنروح لمحافظه القليوبيه. لو انت جاي من محافظات الدلتا، لو انت جاي مثلا من المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي، يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان مفيش اي كثافات مروريه على الطريق ده، ومنه بقى للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي من الطريق الزراعي بتظهر بعض الكثافات المروريه في طريق اسكندريه الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن اقل من المعتاد. وطبعا بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعه وسط متابعه طبعا بصفه دوريه لحركه السيارات لسحب اي كثافات مروريه بتظهر على الطريق لمنع طبعا الازدحام المروري. دي كانت جوله
مرورية كده في عدد من المحافظات، هنكملها مع حضراتكم دلوقتي في محافظة بورسعيد، وهنلاقي فيها طبعا سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة والمعروفة طبعا بالنسبة لسكان المحافظة. في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، هنروح طبعا على طريق طرح البحر بيشهد فيه كمان سيولة مرورية، ومن طريق طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. دي كانت جولة مرورية سريعة. دلوقتي نستعرض مع حضراتكم طبعا حالة الطقس بشكل سريع. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد اليوم طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة هتكون 32 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة، أما أسوان فالعظمى فيها هتكون 37 درجة ودي أعلى درجة حرارة. هنتابع مع حضراتكم طبعا الطقس بالتفصيل ولكن بعد قليل.